على بركة الله نستعين. السلام عليكم، نورتنا سيادة المقدم. خلينا هيك بس لمحة تعريفية صغيرة عن حضرتك. المقدم ناجي المصطفى، الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرر العاملة في إدلب ومناطق قصن الزيتون. ولد المقدم في حلب عام 1981، موجود في الداخل تحديدا في الشمال السوري المحرر محافظة إدلب. انشق عن الجيش الأسدي المجرم بتاريخ 10/4/2012. الجبهة الوطنية للتحرير يلي ما بيعرفها كثير هي تضم 13 فصيل يعملون داخل الأراضي المحررة. الفصائل هم فيلق الشام، أحرار الشام، جيش الأحرار، تجمع دمشق، جيش إدلب الحر، فرقة 23، جيش النصر، جيش النخبة، الجيش الثاني، لواء الحرية، الفرقة الساحلية الأولى والفرقة الساحلية الثانية. طبعا استثنيت لواء صقور الشام كونه صار في على ما اعتقد امبارح او اول امبارح خرج من هاي الجبهه. تعداد الجبهه يقارب 30,000 مقاتل متمركزين على خطوط الجبهات متوزعين في ادلب ومناطق غصن الزيتون. نورتنا سياده المقدم، بدايه يعني اذا تعطينا لمحه تعريفيه عن الجبهه الوطنيه للتحرير، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم، أسعد الله مساك أستاذ أيمن، لك حياك الله. ولجميع المشاهدين واللي عم يتابعونا إن شاء الله. أولاً الرحمة لشهدائنا شهداء الثورة السورية والشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين يعانون من جراء الإصابات اللي تعرضوا لها من في معارك أو في الثورة السورية من خلال استهداف قوات عصابات أسد وقوات الاحتلال الروسي، حتى الأخوة المدنيين والأخوة العسكريين. بالنسبة للجبهة الوطنية للتحرير هي عبارة عن تجمع لفصائل عدة اجتمعت في فترة 2018 تحديدا بالشهر الخامس نتيجة اجتماعات وتشاورات عديدة لهؤلاء الفصائل وقادة الفصائل، توصلوا إلى التوجه إلى حالة تجمعية وتجمع جبهوي لهذه الفصائل تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير. والفصائل هي كانت عدة فصائل، 13 فصيل تحديدا، هم فيلق الشام وأحرار الشام وصقور الشام وأيضا جيش الأحرار وتجمع دمشق والجيش إدلب الحر والجيش الثاني وجيش النصر وجيش النخبة وأيضا الفرقة الساحلية الأولى والفرقة الساحلية الثانية المتواجدتين في الريف اللاذقية تحديدا، إضافة إلى الفصائل الأخرى. عندنا الفرقة 23 أيضا والحرية متواجدين في ريف إدلب. هذا 13 فصيل. صقور الشام نتيجة بعض الخلافات الداخلية أدى إلى أنه هذا الفصيل بقي أو تشكل في فصيلين، وكان هو اليوم الفرقة 40 صقور الشام، ما زالت متواجدة ضمن الجبهة الوطنية للتحرير وتضم بحدود 1,000 مقاتل هم عاملون وما زالوا عاملون ضمن تنظيم الجبهة الوطنية للتحرير. طيب تشكرك. على فكره هو عم يحكي سياده مقدم، اجانا تبليغ، انا راح سكر التعليقات صدقا، ما راح افتحها ليصير 100,000 لحتى اضمن انه البث ما يروح. انا بعتذر منكم جميعا. ثواني بس سياده المقدم بعد اذنك. هي بس طبعا مرحب بكل الاسئله الخاصه بالواقع العسكري فقط لا غير، الواقع العسكري فقط لا غير. سيادة المقدم، مين هو القائد العام للجبهة؟ طبعا جبهة الوطنية للتحرير توافقت على العميد فضل الله الحجي المعروف في أبو يامن لقيادة الجبهة الوطنية للتحرير كقائد عام لهذه الجبهة. وهو أنا تكلمت من خلال تعريفي في الجبهة الوطنية للتحرير أنها عبارة عن تجمع جبهة الفصائل، الغاية من هذا التجمع هو توحيد الجهود العسكرية وتوحيد القدرات والإمكانيات لهذه الفصائل في مرحلة ما بعد التدخل الروسي الذي جاء لحماية عصابات الأسد وحماية نظام الأسد المجرم. لاحظنا أن هذا التدخل وكان تدخل كبير وقوى عظمى لديها إمكانيات هائلة وكبيرة من الترسانة العسكرية وأيضا الأسلحة العديدة والأسلحة المتطورة. واليوم الجيش الروسي والجيش يتكون لديه خبرات كبيرة من خلال قتاله في عدة معارك سابقة
قد سبقت في فترات زمنية بسيطة مرحلة الثورة السورية. لاحظنا في 2014 كان عملية توغل الجيش الروسي في مرحلة في حرب أوكرانيا وسيطرته على شبه جزيرة القرم. قبل بال2008 كان في لك توجه بحرب في الشيشان. فاليوم الجيش الروسي يتمتع في خبرة وإمكانيات كبيرة ولديه سلاح نوعي وسلاح استراتيجي وسلاح دقة عالية وتكتيكات عديدة. لا يمكن الفصائل الثورية أن تمتلك هذه الإمكانيات التي يمتلكها الجيش الروسي. لذلك فضلت الفصائل الثورية لتوحيد الجهود العسكرية للتصدي لهذا التدخل الروسي الغاشم وهذا الاحتلال الذي جاء في 2015 وأدى إلى بعض إلى تغيير الواقع العسكري أو واقع الثورة السورية بشكل عام من الناحية السياسية ومن الناحية أيضا العسكرية وأيضا من الناحية الاجتماعية. فتوحدت هذه الفصائل في رؤية أن تكون توحد جبهوي لهذه الفصائل ضمن إطار تنظيمي وهيكلي من خلال توحيد التكتيكات العسكرية والقدرات العسكرية، إضافة إلى إعداد المقاتلين من خلال خطط تدريبية وللتدريب على تكتيكات عسكرية محددة تمكنهم من تفادي العدوان الروسي وأيضا مواجهة هذا العدوان الذي يمكن أن يكون في ساحات المعارك. طيب، انا اللي فهمته من حضرتك انه الجبهه هي اغلب القيادات تبعها بالغالب هي من ضباط الجيش الحر، الضباط المنشقين عن جيش النظام الاسدي، وفي بعض المدنيين موجودين ضمن صفوف القياده، صحيح؟ صحيح، نعم، هناك فصائل تقودها قادة أخوة ثوريين لديهم خبرة في الثورة من خلال العمل الثوري الميداني، تمكنوا من الوصول إلى قيادات هذه الفصائل، وعدد من الضباط المتواجدين على قيادة بعض الفصائل الأخرى، ورغم أن الضباط متواجدين حتى ضمن إطار الفصائل التي يقودها الأخوة الثوريين، يعني العمل العسكري الميداني تحديدا بحدود 90% يقوده أخوة الضباط، يكونوا متواجدين ضمن غرف العمليات وإدارة تنظيم هذا العمل العسكري ضمن حتى الفصائل التي يقودها الأخوة الثوريين. نعم. طيب، فينك بس تخبرنا بالضبط بالتفصيل عن عمل الجبهة الوطنية للتحرير حاليا؟ يعني هي ماذا تقوم؟ وين موجود توزع الجغرافي؟ طبعا الجبهة الوطنية للتحرير متوزعة على كافة المحاور والجبهات العسكرية المتواجدة في المناطق المحررة من الريف اللاذقية، ريف الساحل في جبل الأكراد وجبل التركمان، مرورا في سهل الغاب، إضافة إلى جبل الزاوية إلى ريف إدلب الجنوبي في محيط مدينة سراقب، أيضا إلى آفس، إلى ريف حلب الغربي في محاور كفر نوران والفوج 46، إلى وصولا إلى جبهات غصن الزيتون التي من تم تحريرها في من ميليشيات وعصابات البي كي كي والواي دي في العام 2018 تقريبا او 2019. فالجبهه الوطنيه تمتد على كافه هذه المحاور، متواجده فصائلها في هذه المناطق، لدينا مقاتلين متواجدين في كافه الجبهات وفي كافه هذه المناطق، ومقاتلين الفصائل عليهم من سوريا. عم يجي تبليغ على البث. في الغوطة أيضا وفي حمص لدينا مقاتلين من كافة المحافظات السورية متواجدين ضمن إطار العمل التنظيمي للجبهة الوطنية للتحرير. طيب، بتشكرك. تقوم الجبهة الوطنية للتحرير ضمن إطار في هذه الجبهات بعد المعركة الأخيرة التي شاهدناها استمرت على مدار عام كامل، اللي قاومت فيها الجبهة الوطنية للتحرير والفصائل الأخرى الثورية المتواجدة للاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله وميليشيات الطائفية من كافة الميليشيات الشيعية. اليوم تعمل خلال هذه الفترات الأخيرة الجبهة الوطنية للتحرير بالتعاون مع الفصائل الأخرى لعملية تثبيت الجبهات وتحصينها وعدادها بشكل تحصيني وهندسي، لتمكن القوات المقاتلة في الجبهة الوطنية للتحرير من الإعداد أو من تنفيذ التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية التي تضعها غرف العمليات للتفادي هجوم أو ضربات العدو الروسي أو هجوم القوات المعادية، وحتى من تستطيع تنفيذ التكتيكات العسكرية الهجومية التي قد تضعها الجبهة الوطنية للتحرير مع الفصائل الأخرى.
تمام. طيب انا اللي بنعرفه نحن التواجد العسكري للجبهة موجود في إدلب وفي مناطق غصن الزيتون، ليش ما انا متواجد بباقي المناطق؟ ليش ما انا موجود بكل الجغرافيا السورية المحررة اليوم؟ طبعا جبل الوطني التحرير لما تشكلت كانت هناك مناطق قد احتلت من قبل عصابات الأسد والميليشيات الطائفية وقطعت الطريق باتجاه ريف حلب الشمالي باتجاه منطقة درع الفرات، وكانت هناك فصائل متواجدة مع فصائل الجبل الوطني التحرير وما زالت متواجدة ضمن فصائل الجيش الوطني المتواجدة ضمن هذه المناطق، ولكن الآن تعمل ضمن هيكلية الجيش الوطني. هناك قطاع لفيلق الشام متواجد مع الجيش الوطني وهو من ضمن الجبل الوطني التحرير. كان هناك عدة فصائل كانت تتبع لفصائل الجبهة الوطنية، ولكن من فترات زمنية ليست بقليلة تم إعادة ضبط الهيكل للفصائل، ومنها قد دخل ضمن هيكلة الجبهة الوطنية للتحرير، وقطاعات المتواجدة للفصائل الأخرى قد دخلت ضمن هيكلية وتنظيم فصائل الجيش الوطني. فالجبهة الوطنية فصائلها قد شاركت في الأعمال القتالية ضد داعش في مناطق درع الفرات ومناطق بداية القتال وبداية دحر هذا التنظيم الإرهابي من مناطق ريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي وصولا إلى مناطق درع الفرات. فينا تحكي لنا شوي بالتفصيل عن موضوع هاي المعارك سيادة المقدم، يعني تحديدا أسماء المعارك، الشهداء يلي قدمتهم الجبهة فداء لتحرير تراب سوريا بعد إذنك لو سمحت. طبعا جبهة الوطنية التحرير شاركت في فصائلها شاركت في كافة العمليات العسكرية القتالية من بداية تحرير هذه المناطق من عصابات الأسد إلى عملية وجود تنظيم داعش وانتشاره وعملية دحر هذا التنظيم في مناطق ريف حلب الغربي وتحرير منطقة مدينة الدانة ومدينة سرمدة ومدينة سراقب، إضافة إلى مدينة دار تعزي إلى دحر إلى ريف محيط ريف حلب الشمالي في مناطق عنادان وحيان وما غيرها. هذه المعارك بعد دحر التنظيم الإرهابي داعش من هذه المناطق إلى مناطق ريف حلب الشمالي، تم تنظيم أيضا غرف عمليات للفصائل في تلك المرحلة وقيام بعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش ضمن إطار عمليات درع الفرات في تلك الفترة، أدت إلى تحرير مناطق من أيدي التنظيم، منها مناطق في الباب وأيضا الراعي وجرابلس التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. طبعا الفصائل الجبهة الوطنية قدمت الكثير من الشهداء في هذه المناطق مع تنظيم داعش، الله واليوم يكرمهم يا رب. يمكن تفوتني أسماء كثيرة، أن ذكرت عدة أسماء، صحيح. لذلك أعداد الشهداء هم منة الله سبحانه وتعالى أن يتقبلوا ويتغمد في آمين يا رب. رحمته. هم كثر من الأخوة العسكريين ومن أخوة الضباط وحتى من أخوة الثوريين والمدنيين والمقاتلين الذين رأوا منذ البداية أن هذا التنظيم هو تنظيم خطير جدا على الثورة السورية، وهو سكين في خاصرة الثورة السورية. صحيح. طيب سيادة المقدم، فينك تشرح لي شوي عن علاقة الجبهة بالفصائل المتواجدة بإدلب وريفا وريف حلب الشمالي، نوعية العلاقة؟ طبعا الجبهة الوطنية التحرير تأخذ في مقدمة عمله هو العمل العسكري والعمل التنظيمي العسكري لمواجهة قوات الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد. لذلك دائما الجبهة الوطنية تسعى إلى عملية التنسيق العالي والتنسيق العملياتي مع الفصائل الأخرى لتحسين الجهود القتالية وأيضا تنظيم هذا العمل القتالي وإدارة العمل القتالي من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية ونتيجة جيدة في خلال المعارك، إن كانت المعارك الدفاعية أو كانت هناك معارك هجومية إن شاء الله في المستقبل. اليوم الجبهة الوطنية التحرير خلال هذه المرحلة السابقة من عمليات القصف الممنهج والقصف الإرهابي التي تقوم به قوات الاحتلال الروسي وعصابات أسد والتي تستهدف المدنيين في مناطق في إدلب وريف إدلب وحتى المزارعين في بعض المناطق الزراعية على القريبة من الجبهات، لذلك
تقوم بتنظيم عملية الرد وعملية الردع لقوات احتلال روسيا والميليشيات الطائفية وقوات أسد من خلال عملية قصف المعسكرات الحساسة والهامة والاستراتيجية لهذه العصابات المتواجدة في مناطق قريبة على الجبهات في مناطق إدلب وريف حماة، وأيضا في مناطق ريف الساحل القريبة من منطقة جبل التركمان وجبل الأكراد. لذلك الجبهة الوطنية ضمن إطار الغرق العمليات المشتركة مع الفصائل الأخرى تنظم هذه العملية العسكرية أو هذه العملية التنظيمية أو العمليات الجبهوية من خلال تنظيم محاور القتال وتحصينها ورفع سويتها الهندسية، وأيضا الاشتراك مع هذه الفصائل ضمن خطة عسكرية كان دفاعية أو هجومية من أجل أن يكون العمل مشترك والعمل واحد، وليس أن يعمل كل فصيل لوحده، وبالتالي منفردا. تكون هناك تشتيت للجهود العسكرية وضياع للقوى العسكرية، لأن هناك اشتراك ومع هذه الفصائل ضمن إطار الجبهات والمحاور. طيب، بدي روح فيك على شرق الفرات. كيف تنظر الجبهة الوطنية للتحرير بالمشروع القسدي القائم حاليا في شرق الفرات؟ شو هي وجهة نظركم بهذا المشروع؟ طبعا اليوم مشروع شرق الفرات او ما يسمى بمشروع قوات قسد الديمقراطيه، نحن نعرف ان هذه القوات كيف تشكلت، ليست في حالتها الراهنه، انما هي عباره عن واجهه لقوات البي كي كي وبي واي دي. هذه القوات التي تحمل مشروع انفصالي وليست مشروع توحدي للثورة السورية أو مشروع خلاص للشعب السوري من هذا النظام المجرم والنظام الدكتاتوري والنظام الطائفي الذي عانى منه الشعب السوري منذ مراحل قديمة، منذ الثمانينات وقبل الثمانينات، من القمع ومن التعذيب ومن الاعتقال ومن المنع السياسي وحرمان الشعب السوري من مكتسبات، كانت هناك مكتسبات سياسيه واقتصاديه. هذا التنظيمات بي كي كي وبي واي دي هي ايضا احزاب قد دربت في ثكنات لعصابات الاسد سابقا لاستهداف دول اخرى. فاليوم هذا المشروع الذي تقوده عصابات بي كي كي وبي واي دي، وهم عصابات ايضا جبل قنديل، ونعلم هذه القيادات كيف تتحكم في هذا ما يسمى بمشروع قسد الديمقراطي، وهو صورة ولكن المضمون هو مضمون انفصالي، مضمون انفصال عن الدولة السورية. والثورة السورية ثورة لم تنادي بعملية لا تقسيم ولا تجزيء للمناطق، بس ولكنها نادت بالحرية والكرامة، ونادت بقيام دولة يعيش شعبها ضمن دولته الجغرافية في السورية عز الكاملة. وكرامة وحرية، ولمس لتقسيم وتجزئة سوريا. تنادي اليوم هذه القوات بعملية مشروع ما يسمى بإدارة ذاتية، أو حتى موضوع انفصال هذه المناطق. فنحن ننظر هذا المشروع هو مشروع غير شرعي، ومشروع لا يقوم على أساس أهداف الثورة السورية، وإنما يهدف إلى تجزئة الثورة السورية، وسيكون وهو عدو من أعداء الثورة السورية، وخاصة ضمن الاستهدافات التي قامت فيها هذه القوات المعادة لفصائل الثورة السورية وفصائل من الجبهة الوطنية للتحرير، وعدد شهداء لاقوا حسمهم على أيدي هؤلاء الإرهابيين البي كي كي وبي واي دي. أيضا بي كي كي وبي واي دي لم نرى لهم أي معركة مع عصابات الأسد، لم نرى لهم أي معركة ضد النظام السوري. عصابات بي كي كي وبي واي دي في مناطق قريبة من عصابات أسد، وأيضا قوات عصابات أسد تتواجد في مناطق مثل الحسكة وقامشلي في المربع الأمني في الحسكة، ضمن مناطق تسمى تحت سيطرة قوات قسد. نحن نفرق ما بين الأخوة الأكراد الذي ينهج انفصالي وفكري خاص به.
اليوم الأخوة الأكراد تشاركوا معنا في الثورة السورية في كثير من المواقع. كان هناك بعض المجموعات والكتائب ضمن الفصائل الثورية ومنها فصائل الثورة فصائل جبل الوطنية، هم أخوة أكراد يحملون السلاح ضد عصابات الأسد المجرم والميليشيات الطائفية. سيادة المقدم، كلنا شفنا الصور يلي وصلت من الحسكة، صور المقبور والقاصر بشار الأسد داخل الدوائر المدنية يلي كانت موجودة بالحسكة. ولليوم وقت بتحكي مع أي شخص له علاقة بقسد، إن كان من قريب أو من بعيد، بيقول لك نحن مشروعنا ضد النظام. المربعات الأمنية الموجودة اليوم بهي المناطق والتعاون العسكري الموجود والمفاوضات واللقاءات الدائمة بين القيادات وبين قيادات النظام المجرم الأسدي. موضوع النفط، مواضيع كثيرة، مواضيع كثيرة. يعني انت برأيك اليوم هل يعقل أنه نلاقي شخص ينتمي إلى سوريا ما عنده الثقة الكاملة أنه المشروع القسدي اليوم هو مشروع أسدي بوجه آخر؟ بالتأكيد بالتأكيد لاحظنا قسد عندما توضع في الزاوية كيف تلجأ لعصابات الأسد وتلجأ للمخلص اللي هو هذا النظام المجرم، وتدعي أن تدعي أحيانا أن النظام المجرم هو النظام أحيانا أنه شرعي للدولة السورية لكي تحمي نفسها من عندما تضع تحت الضغط وعملية انتهاء ممكن أن تنتهي، وخاصة عندما نلاحظ أن هناك الجانب التركي يريد التخلص من هذه عصابة بيكاكي بويدي التي هي عصابة إرهابية وتقوم باستهداف حتى العمليات التفجيرية في الداخل التركي. لذلك دائما تلجأ قوات قسد لعصابات النظام المجرم، وتكلمت لك أنا منذ دقائق أن هذه العصابات بالأساس هي من إنشاء عصابات الأسد، وهم من قاموا بتدريبها وهم من قاموا بإنشائها وهم من قاموا بدعمها وهم من قاموا باحتوائها. ولاحظنا سابقا كيف أن عبد الله أوجلان أين كان وكيف كان يتلقى الدعم من الاستخبارات العسكرية السورية، وعصابات هي عصابات النظام المجرم وعلي مملوك تحديدا يعني. فبالتالي هذا المشروع ليس مشروع قريب من الثورة السورية، بل هو مشروع مضاد للثورة السورية، ومشروع أيضا هو قريب أكثر من النظام. هناك تعاون كبير جدا بين عصابات بيكيكي وبيوايدي مع النظام المجرم على كافة النواحي، ومنها النواحي الاقتصادية ونواحي التبادل النفط وتبادل الطاقة مع هذه العصابات تحت مسميات شركات تجارية أو غيرها. ايضا هناك بعض الدعم حتى الدعم العسكري يقدمه النظام المجرم لهذه العصابات احيانا في المناطق القريبه من تواجده. لذلك الشعب السوري لا يمكن ان يخدع بعد 13 عام من الثوره السوريه، 13 عام من التضحيات ومن المواقف التي كشفت الجميع. ودائما نحن نسمي الثورة السورية هي الثورة الكاشفة التي كشفت وعرت جميع من كان ينادي أنه يقف بجانبها، ومؤخرا تم اكتشاف أنه بالعكس أنه قام بالعمل ضد الثورة السورية لأنه يخاف من هذه الشعارات الحرية والعزة والكرامة للشعوب. طيب تشكرك. عودة إلى الهيكلية التنظيمية للجبهة الوطنية للتحرير، في سؤال من أخونا أبو أحمد حسام سلوم. أبو عيسى قائد سقور الشام امبارح طلع بيان بخروجه من الجبهة الوطنية للتحرير. فينا نعرف شو اللي صار، شو الأسباب، شو المواضيع اللي كانت ممكن اللي ودت لأنه يطلعوا تكتل سقور الشام من الهيئة؟ طبعا بالنسبة لفصيل صقور الشام هو فصيل عريق في الثورة السورية وله تاريخ كبير جدا في الثورة السورية من بدايات الثورة السورية، وما زال هذا الفصيل موجود وقد قاتل وقدم الكثير من الشهداء وكثير من الجرحى في جميع المعارك التي خاضت الفصائل الثورية ضد جميع أعداء الثورة من عصابات الأسد والميليشيات الطائفية وأيضا قوات الحلف.
تنظيم داعش الإرهابي. ولكن للأسف مؤخرا في الفترات الأخيرة كان هناك خلاف داخلي ضمن الأقاليم، ونحن ضمن هيكلة الجبهة الوطنية والتحرير لا نتدخل بالمشاكل الداخلية الفصائل المنضوية ضمن إطار الجبهة الوطنية والتحرير، وإنما شباب التبليغ ضمن هذه كبير، المشاكل الداخلية للفصائل. التبليغ كتير كبير على البث، بتمنى تشدوا شوي على موضوع التكبيس والشير، لأنه لهلأ يعني 192 شير موضوع غريب صراحة. طيب بدي أروح معك لآليات التفخير والدعم العسكري من أي طرف يتم إمداد الجبهة الوطنية للتحرير، أو من أي أطراف؟ طبعا استاذ ايمن، الفصائل الجو الوطنيه سابقا كانت تدعم من غرف عمليات الموك والموم، هذه الغرف التي شكلت من بعض الدول لدعم فصائل الجيش الحر، واستمرت على مدار عده سنوات لدعم هذه الفصائل. لذلك الفصائل من خلال هذه الامكانيات المتواجده عندها استطاعت الحفاظ على عدد او كميات جيده، ولا باس في هذه الذخائر ضمن اطار عمليات الدعم التي قدمتها تلك الغرف، واستطاعت ايجاد اليات لعمليات التصنيع والتفخير الداخلي والاعتماد على الذات، اضافه الى اليوم الجانب بعض الدول ما زالت مستمره بالوقوف الى جانب الثوره السوريه ولم تتخلى عن هذه الثوره السوريه من خلال الدعم السياسي والدعم المادي من كان هناك للفصائل او حتى للشعب السوري كدعم انساني واغاثي ايضا. طيب فينا على سبيل المثال نذكر الدول اللي حاليا عم تدعم جبهة عسكريا، طبعا إذا في اليوم إمكانية طبعا. أنا ما بدي أضغط عليك بأي جواب صراحة، لأنه بعرف الوضع العسكري في كثير من الأحيان لا يصح الإفصاح صراحة عن كل شيء يعني. طبعا احنا اليوم كفصائل تكلمت لك بالنسبه لموضوع الدعم العسكري، الفصائل تعمل ضمن اطار اليات تسخير تستطيع من خلالها الاستمرار في عمليه الدفاع والقتال ضد عصابات الاسد، ودائما نحن نثمن وقوف استمراريه وقوف الجانب الاخوه الاتراك واخوه القطريين في الدعم المادي والاستمرار في عمليه دعم الشعب السوري من خلال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب المتواجد في المناطق المحررة، وخاصة بعد قلة الدعم الإنساني والإغاثي من الأمم المتحدة وعملية صحيح. إيقاف الدعم لفترات أو تخفيضه لنسب قليلة جدا بالتوازي الكم الهائل أو كم الكثافة السكانية للشعب السوري المتواجد في المناطق المحررة في الشمال السوري. طيب شو علاقة الجبهة الوطنية للتحرير مع الدول المعنية بالملف السوري اليوم كعلاقة مباشرة؟ طبعا اليوم الجانب التركي كدولة تركية أشقاء متواجدون، والجيش التركي متواجد ضمن إطار تفاهمات في منتشر في كثير من المواقع العسكرية على الجبهات في حدود إدلب، بعض النقاط التركية متواجدة. لذلك هناك عمل مع الأشقاء التركي بشكل مباشر بسبب في ظل وجود الجيش التركي على الأرض مؤخرا ضمن بعض التفاهمات مع الدول. أما بقية الدول الأخرى ممكن هناك لقاءات التفاهمات ضمن إطار العمل السياسي الذي يقوم فيه الائتلاف السوري وبعض المؤسسات الثورية التي تمثل الثورة السورية كالحكومة المؤقتة وبعض الهيئات كهيئة التفاوض. ممكن الائتلاف الثورة السورية الذي يمثل أو هناك مقاعد ضمن المكتب العسكري للفصائل الثورية أو فصائل الجبهة الوطني والجيش الوطني متواجد ضمن إطار الائتلاف السوري. نعم. طيب بالعودة على موضوع العلاقة بينكم وبين باقي الفصائل، في اجتماعات دورية، في تنسيق دائم عم يكون موجود، ولا الموضوع فقط عندما يكون هناك حدث ما يتم الاجتماع والتنسيق؟
طبعا استاذ ايمن، بعد المعركه الاخيره والمعركه التي كانت كبيره جدا على الفصائل الثوريه، وكانت هناك قوة عسكريه كبيره معاديه تقاتل الفصائل الثوريه وعلى راسها قوات الاحتلال الروسي، منذ هذه بدايه هذه المعركه والعمل ما بين الفصائل المتواجده في المنطقه، عمل دؤوب وتواصل دائم فيما عدا حلول لكل الفصائل. معلش، بدي اعتذر منك لانه الصوت كثير كثير عم يقطش. التبليغ ما عم يهدى على الصفحه طبعا، بس نتركه الصفحه لانه في كثير تبليغ على الصفحه. نرجع بس نعيد الجواب لانه بالفعل انا ما سمعت شيء نهائيا، كان كثير الصوت عم يقطش. بعتذر منك. حول الاجتماعات الدوريه مع السؤال حول عمليه اجتماعات دوريه مع الفصائل. اخي ايمن، الاجتماعات لم تنقطع، وهي بدات منذ بدايه او المعركه الاخيره التي خاضتها الفصائل الثوريه مع قوات الاحتلال الروسي وقوات النظام وميليشيات الايرانيه وميليشيات حزب الله. وضعت الفصائل خطط لعمليه التواصل الدائم ما بين هذه الفصائل والاجتماعات الدوريه والاستثنائيه ايضا، من اجل ايجاد حلول لكافه المشاكل التي قد تواجهها الفصائل في إطار العملية العسكرية والدفاع عن المناطق المحررة. وبعد توقف تلك العملية استمر هذا التواصل واستمرت هذه الاجتماعات ما بين الفصائل من أجل وضع خطط للمستقبل وتلافي السلبيات التي خضناها ووجدناها واكتشفناها في المعركة السابقة، وتطوير العمل العسكري والتدريب العسكري والترتيب العسكري والتنظيم ما بين الفصائل الثورية. واجهنا ضمن المعركة الأخيرة تكتيكات جديدة على الساحة السورية لم نشاهدها من قبل في العمليات العسكرية مع النظام ومع الميليشيات الإيرانية. واجهناها مع قوات الاحتلال الروسي التي استخدمت القوات النوعية واستخدمت أسلحة الدقة العالية واستخدمت الأجهزة الرؤية الليلية. لذلك كان هناك هذه العقبات أو هذه الإشكاليات، وضعنا خطط عسكرية لها وقمنا بتدريب المقاتلين من خلال هذه التدريبات على هذه التكتيكات العسكرية لمواجهتها في المستقبل، وإيجاد تكتيكات جديدة تكون مفاجئة للعدو في المستقبل. لازلنا مستمرين في العمل الدؤوب من خلال غرفة عمليات الفتح المبين وغرف العمليات الفرعية الأخرى، من أجل زيادة مستوى التحصين الهندسي على الجبهات لتفادي القوة النارية التي يمتلكها العدو والكثافة النارية. وكلنا وأخو المشاهدون يعلمون أن العدو استخدم سياسة الأرض المحروقة وهي أساسيات الكثافة النارية، بحيث لا تستطيع القوات المتواجدة على الجبهات التحرك بحرية بوجود هذه الكثافة النارية، مع وجود الطيران الاستطلاع الذي يدرس منطقة المعركة بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة. لذلك وضعنا من خلال العمل المتواصل والمستمر والاجتماعات الدورية مع غرف العمليات ما بيننا كفصائل ثورية خطط وتكتيكات لإيجاد حلول لكافة هذه التكتيكات العسكرية التي تتبعها قوات العدو وخاصة قوات الاحتلال الروسي والميليشيات الأخرى، وأيضا التخطيط لإيجاد تكتيكات جديدة ومفاجئة قد تفاجئ العدو إن شاء الله في أي عملية أو سيناريو قادم، إن كان سيناريو للدفاع أو حتى سيناريو للهجوم إن شاء الله. إن شاء الله بدنا نفوت شوي بالغميبة. تفضل. أنا بعرفك نمرو أسد، يعني اليوم بصريح العبارة في جزء كبير أو صغير أنا ما بعرف شو هو بالشارع الثوري دائما بيقول نحن 8 سنين في جمود على جبهات القتال. طيب، ونفس هذا الجزء عم يقول إنه نحن ما خرجنا ثورة لحتى نقعد ونبني جامعات ونبني مولات، نحن جماعة بدنا نحرر أرضنا. يلي من الشام بيقول لك أخي أنا بيرجع على الشام، يلي بحمص بيقول لك أنا بيرجع على حمص.
يعني الوضع الجمود العسكري، الجمود السياسي حكينا فيه كثير، وللأمانة إلى الآن نحن ما شفنا له حل. طيب الجمود العسكري يعني موجودين ضباط أحرار شرفاء مثل حضرتك على الأرض، وموجودة فصائل عديدة، والتدخير موجود، والعتاد موجود، والعزيمة أنا متأكد أنها موجودة، والعقيدة موجودة. ليش 8 سنين لليوم ما عم نشوف فتح جبهة حقيقية وتحرير مناطق من يد النظام المجرم؟ طبعا أستاذ أيمن، جميع وجهات النظر للأخوة السوريين والأخوة الثوار الذين يشتاقون لتحرير هذه المناطق ويشتاقون للقضاء على هذه العصابات المجرمة والانتقام لشهدائنا وجرحانا وتحرير معتقلينا ومعتقلاتنا في السجون. كلنا نتوق لهذه اللحظات للقيام بهذه العمليات وتحرير هذه المناطق وتحرير الأسرى وتحرير المعتقلين. وجهات النظر لجميع الأخوة الثوار والأخوة وأهلنا وشعبنا هي وجهات محقة جدا، ولكن اليوم الأمر ليس بهذه السهولة وهذا هذه البساطة. نحن لازلنا على مدار الأربع خمس سنوات الأخيرة نعيش معارك مستمرة مع قوات احتلال وعصابات أسد وقوات احتلال الروسي. استمرت المعارك الأخيرة أستاذ أيمن على مدار سنة كاملة، وتحديدا حوالي 11 شهر قاضتها القوات الفصائل الثورية في ظل انقطاع الدعم من قبل غرف العمليات المك وغيرها. الثوار اليوم استمروا على مدار هذه الأشهر العديدة من واجهة أعتى قوى موجودة في العالم، وهي قوات الاحتلال الروسي التي جاءت بكل ترسانتها العسكرية. لاحظنا تصريحات القادة الروس عن تجربة أكثر من 400 نوع للسلاح في الساحة السورية. اليوم روسيا حاولت أن تستثمر هذه المعركة حتى لتدريب طواقمها وكوادرها وأسلحتها والتجارة في هذه السلاح في العالم والكسب المادي من خلال هذه التجارة. الفصائل الثورية استطاعت مقاومة تلك القوة، استطاعت إيقاع خسائر في صفوفها، وبالتالي بالتأكيد اليوم الفصائل الثورية قد استنزفت استنزاف كبير في ظل هذه المعركة من العتاد والسلاح، وحتى الشهداء والجرحى وبعض الأخوة المعاقين الذين لا زالوا حتى الآن يعانون من أثار تلك الإصابات تلك المعارك. القوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد المجرمة وميليشيات الطائفية المتواجدة حاليا في حدود الجبهات لم تتوقف عن قصف هذه القرى، ولم تتوقف عن قصف الجبهات، ولم تتوقف عن قصف نقاط الرباط والمناطق التي تقاتل أو تتحصن فيها الفصائل الثورية وتعد التحصينات الهندسية. نحن اليوم نعمل في كل لحظة في تحت القصف وتحت مرأى الطيران المسير وطيران الحربي الروسي على تلك الجبهات لتحسينها وتحصينها وتحصين مستوى إمكانيات تلك الجبهات لتساعدنا للدفاع عن المناطق المحررة المتواجدة في كل المحاور من الساحل السوري إلى ريف إدلب إلى ساحل الغاب إلى ريف حلب، وصولا إلى المناطق التي تحادي حتى قوات قسد الديمقراطية أو العصابات بيكيكي وبيوايدي. لذلك هذه المعارك لم تنتهي، ولازلنا نخوض هذه المعارك بعمليات القصف وعمليات النوعية التي تقوم بها الفصائل ضد أهداف ومواقع عسكرية استراتيجية مهمة لعصابات الأسد، موقعين خسائر في صفوفها. آلية الرد والردع على استهداف قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد للمدنيين والمناطق في المدينة في مدينة أدلب وما حولها مستمرة، ونقوم في الرد الفوري والآني اليوم. هذا المحور جايين عليه بخصوص عملية بخصوص غرفة العمليات المشتركة، بس السؤال اليوم رح يكون في شيء عمليات تحرير أراضي جديدة من سوريا وضمها إلى الأراضي المحررة؟ بالتأكيد والله كعسكري التصعيد هي بصراحة تكبل العمل العسكري اليوم. بالتأكيد أستاذ أيمن، نحن كعسكريين لا نقف ولا نيأس ولن نتعب ولن نكل ولن نمل من خلال التجهيز والإعداد ومن خلال اكتساب الفرص المواتية والمناسبة للقيام بعمل
عسكري وعمل عسكري تحرير المناطق وتحرير أرضنا وتحرير المناطق التي احتلتها قوات وعصابات ميليشيات إيران الطائفية وقوات الاحتلال الروسي. إن شاء الله نحن نسعى جاهدين بكل ما أوتينا من قوة للإعداد الجيد والتسييس الجيد واكتساب الفرص المواتية والمناسبة لتلك العمليات إن شاء الله. يعني بالمستقبل القريب أو وإن شاء البعيد؟ الله إن شاء الله بخلال يعني في ظل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة، نأمل الله سبحانه وتعالى أن تكون الظروف قريب أو الظروف مناسبة جدا، إن شاء الله تكون قريبة جدا جدا بإذن الله تعالى. طيب في حال محاورة النظام التقدم داخل المناطق المحررة، شو هي آلية الآلية وقدرة الردع الموجودة اليوم عند الفصائل الثورية على الأرض؟ طبعا نحن طبعا نحن كفصائل ثورية لدينا من خلال هذه الفترة الزمنية من الإعداد الجيد وعلى خلال التدريب للمقاتلين وإعداد السلاح تمكنا من الوصول إلى سوية كبيرة جدا وجاهزية قتالية عالية جدا لعملية الردع وعملية الرد وحتى عملية التصدي لقوات عصابات الأسد وميليشيات الطائفية. اليوم الفصائل اختلف تماما عما هو سابق، اليوم تمتلك الكثير من الخبرات، تمتلك كثير من العقيدة القتالية، لدينا مقاتلين استعداد كبير جدا للتضحية والوقوف في ثبات أمام هذه القوات المعادية للحفاظ على المناطق وحماية أهلنا وشعبنا في المناطق. يعني نحن اليوم في كل ثقة أتكلم لك أستاذ أمان أنه نحن كفصائل قمنا بإعداد إن شاء الله ممتاز وجيد جدا وجاهزية كبيرة جدا، وهذا الشيء أصبحنا اليوم نلاحظه من خلال آلية حتى آلية الردع وآلية الرد المباشر والفوري على عملية القصف. منذ ساعات قامت قوات عصابات الأسد باستهداف مدينة إدلب وسرمين ووقع شهداء وجرحى في صف الأخوة المدنيين، فالفصائل الثورية منذ اللحظات الأولى قامت بعملية استهداف مواقع هذه القوات المعادية التي انطلقت منها القذائف الصاروخية باتجاه أهلنا في مناطق المحيطة في مدينة سراقب تحديدا. فالخبرة القتالية ازدادت لدى المقاتلين، ازدادت لدى الكوادر المقاتلة والقيادات العسكرية للفصائل الثورية المتواجدة في الساحة من خلال عملية التطوير والتدريب والتحسين لآليات العمل القتالي. طيب بدي ارجع معك لغرفة عمليات الفتح المبين، كيف شكلت؟ مين الفصائل المشاركة بالغرفة؟ وهل هي مستمرة بالعمل؟ وانتو كجبهة التحرير راضيين عن مستوى الرد يلي عم يكون من وقت يلي شفناه من وقت موضوع عملية الكلية الحربية بحمص، كان في قصف جنوني وفي عشرات الشهداء. كيف انت بتقيم الرد يلي كان موجود ومدى استمرارية هذا الموضوع؟ طبعا غرفة عمليات فتح المبين هي غرفة عمليات مشتركة ما بين الجبهة الوطنية للتحرير والفصائل الثورية الأخرى المتواجدة في إدلب وبعض الفصائل المتواجدة أيضا في مناطق الشمال. اليوم هذه الجبهة الوطنية للتحرير أو غرفة عمليات الفتح المبين شكلت بعد فترة وجيزة من بداية العملية العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد على رياف حماة الشمالي وريف إدلب ورياف الساحل وريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي. قامت الفصائل المتواجدة لتوحيد الجهود العسكرية وإيجاد آلية مشتركة ما بين هذه الفصائل للتصدي لتلك العملية. توصلت هذه الفصائل لإنشاء غرفة عمليات سميت بفتح المبين. هذه غرفة عمليات كانت تعمل على مدار ال 24 ساعة ما بين هذه الفصائل على كافة المحاور والجبهات، حيث كانت المعركة معركة كبيرة على مستوى أكثر من محور وأكثر من جبهة. امتدت تلك المعركة من أرياف حماة وصولا لأساهل الغاب إلى أرياف حلب الغربي. هذه المحاور الطويلة والمساحات الواسعة كان لابد منها إلى إيجاد عمليات غرفة عمليات مشتركة بين الفصائل لتوحيد الآليات القتالية من خلال عملية الهجوم وعمليات الدفاع وعمليات الدعم والمؤازرة لأي محور من المحاور التي قد يشهد خسائر أو يشهد استنزاف ما بين الفصائل المتواجدة على تلك المحاور. أيضا غرفة العمليات الفتح المبين استمرت ما بعد الهدوء
لإيجاد عمليات أو آليات الرد وعمليات الردع لتلك الخوقات أو تلك الأعمال أو القصفات التي تقوم بها الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد وميليشيات لإيران الطائفية. هذه العمليات الرد هي عمليات منسقة من خلال اكتشاف الأهداف الهامة والاستراتيجية والمؤثرة على العدو، والتي قد تكون رادعة في حال قامت هذه الفصائل باستهدافها وإيقاع خسائر في صفوفها. لاحظنا بعد استهداف الكلية الحربية وعملية استهداف المناطق من قبل قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد بعد هذا الاستهداف للكلية الحربية، الفصائل الثورية فورا وفي اللحظات الأولى قامت بعمليات الرد ووضعت خطط لاستهداف المواقع الحساسة والمهمة التي قد تؤثر على الميليشيات الطائفية وميليشيات أسد الطائفية حتى توقفها من عملية استهداف المدنيين. وبالفعل لاحظنا توقف تلك الاستهدافات خلال فترات زمنية بعد عمليات الرد والردع اللي قامت فيها الفصائل الثورية، حتى قمنا باستهداف مواقع في العمق لقوات عصابات أسد وميليشيات الطائفية، كانت أهداف استراتيجية واستهداف حساسة على تلك العصابات أدت إلى إيقافهم لعمليات استهداف المدنيين. طيب بتشكرك. بدي ارجع لنقاط خفض التصعيد. بشكل دائم في قصف من قبل النظام المجرم، وهي يعني اليوم كان في عنا 6 شهداء غير الجرحى. من حوالي 3 4 ايام كان في قصف على مدرسة، كان في 3 جرحى، طفلتين ومدرسة. عداك عن قصف الطيران الروسي، كيف تقيم رد الفصائل الثورية على هذا الإجرام بحق أهلنا في المحرر؟ تقييمك، هل رد فعل الفصائل الثورية يوازي ما يفعله النظام؟ طبعا اليوم الفصائل الثورية تقوم بالرد على مواقع محددة ومواقع مهمة ومواقع استراتيجية ذات قيمة عسكرية كبيرة جدا لعصابات الأسد وقوات الاحتلال الروسي وحتى الميليشيات الإيرانية. اليوم الإمكانيات التي تمتلكها قوات الاحتلال الروسي لا تتوازن مع إمكانيات الفصائل. اليوم الأسلحة التي تمتلكها قوات الاحتلال الروسي من الطيران الحربي الذي يقوم باستهداف كافة المناطق، أما الفصائل لديها قذائف صاروخية وأسلحة قد تصل إلى مواقع ذات أهمية استراتيجية عسكرية، تستطيع من خلالها إيقاع خسائر في صفوف قوات العدو. وهذه المواقع التي تقوم أيضا منها إطلاق صواريخ باتجاه المناطق المحررة. الرد الأخير الذي قامت فيه الفصائل الثورية أدى إلى وقوع خسائر مباشرة من خلال الرصد لبعض المواقع وخلال الرصد الاستخباراتي للفصائل الثورية عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات العدو من قتلى ومن جرحى، وأيضا لاستهداف الآليات العسكرية وبعض المدافع الصاروخية والآليات العربات الصاروخية لقوات العدو التي دمرت على أيدي الفصائل. لذلك الفصائل الثورية لن تتوانى بالقيام بعملية الرد ضمن الإمكانيات التي تمتلكها الفصائل لإيقاف هذا النظام وأعوانه وميليشيات إيرانية عند حدودهم ومنعهم من استهداف المدنيين. طيب جوابك قادني لسؤال للأمانة. 13 سنة ثورة و12 سنة من العمل العسكري، ليش لليوم غير مسموح بامتلاك مضاد طيران؟ والله يا استاذ ايمن، هذا جوابك الموضوع خلاني انطق نطق يعني. وبعدين كلام متى استباحة الدم السوري من قبل طيران العدو الأسدي والروسي؟ هذا كلام محق وسؤال محق جدا، ولكن اليوم نحن على دراية كاملة مدى المؤامرة التي تعرضت لها الثورة السورية من خلال عدم السماح للثورة السورية منذ البداية بامتلاك أسلحة نوعية ومؤثرة على قوات عصابات الأسد وميليشيات إيرانية. وحتى بعد التدخل الروسي لاحظنا اليوم كيف انسحبت بعض الدول من آليات الدعم للفصائل الثورة السورية. فهذا السلاح حقيقة لم يكن موجود مع الفصائل الثورية،
وحتى لم يأتي للفصائل. طيب بتشكرك، أنا بدي أروح لأسئلة المشاهدين اللي معنا. أستاذ بشار أحمد عم يسأل: لماذا لا يدعم الجيش الحر العشائر التي تقاوم قسد، كونه وجهة النظر أنه قسد هي عدو للشعب السوري وللثورة السورية؟ تحية للأخ الكريم. طبعا العشائر السورية أو أبناء العشائر السورية هم متواجدون ضمن الفصائل الثورية. اليوم الفصائل الثورية تضم كافة أبناء العشائر، والفصائل لا تقف متفرجة على قوات قسد، إنما المعارك حتى مع قوات قسد أو حزب البي كي كي وبوادي حقيقة هي معارك مستمرة على الجبهات، وهناك قصف مستمر، والفصائل لم تتوقع لم لم يعني تتوانى عن دعم قوات العشائر. ولكن هذه العشائر تكلمت لك هي متواجدة ضمن الفصائل الثورية، أبناء كافة العشائر هم أبناء الفصائل نفسهم. طيب أخونا فهد عم يقول: لماذا لا يتم توحيد العمل العسكري في كامل المحرر، بعيدا عن موضوع الغرف العمليات المشتركة والتنسيق المشترك؟ هل من الممكن أنه يكون في توحيد كامل لكل القوى العسكرية الموجودة اليوم في الشمال، في الشمال السوري المحرر؟ طبعا عملية التوحيد هو عملية تنظيمية هيكلية، وليست عملية كلمة توحيد بمعنى الكلمة المجردة كتوحيد. نعم، اليوم الفصائل تسعى لعملية إيجاد بنية تنظيمية هيكلية تستطيع من خلالها التوحيد العسكري والعمل القتالي الموحد لكافة الفصائل الثورية. لاحظنا اليوم الجبهة الوطنية للتحرير منذ البداية كانت هناك عبارة عن آليات جبهوية للتوحد هذه الفصائل، أما اليوم نحن نعيش تنظيم جديد للجبهة الوطنية للتحرير لعملية اندماج كامل ما بين هذه الفصائل وإيجاد آلية جديدة الجبهة الوطنية للتحرير للعمل العسكري، والعمل العسكري الموحد الذي يقاد قيادة واحدة تقود الفصائل. هذه الفصائل الثورية اليوم من جبهة التحرير وحتى الجيش الوطني هم يتبعون لوزارة الدفاع التي تتبع للحكومة المؤقتة بقيادة العميد حسن حمادي. واليوم نسعى من خلال هذه البنية الهيكلية في المستقبل إلى إيجاد عملية توحدية لآليات العمل القتالي ضمن هيكلية تنظيمية نستطيع من خلالها عكس هذه البنية على أرض الواقع من خلال العمل على الجبهات وعمل الوحدات. هناك اليوم تشكيل فرق وتشكيل ألوية للفصائل الثورية من أجل زيادة الفعالية العسكرية للمقاتلين وتلك الفصائل على أرض الواقع. يعني بنبشر الناس انه ان شاء الله قريبا راح نلاقي في توحيد للعمل العسكري تحت استراتيجية واحدة وتخطيط واحد وتحرك واحد. طبعا نحن نسعى بهذا الاتجاه ان شاء الله في المستقبل القريب، وتكلمت لك انه نحن اليوم كجبهه وطنيه اكثر من اربع خمس فصائل اندمجوا فيما بينهم ببنيه هيكليه واحده اندماج كامل وليس عمليه فصائليه. اليوم بعض الفصائل شكلت الفرقه 60 التي تتبع للجبهه الوطنيه للتحرير، وهم جيش الدبل الحر والفرقه 23، ايضا لواء الحريه والجيش الثاني اندمجوا فيما بينهم وشكلوا الفرقه الثانيه. ايضا الفرقه الساحليه تشكلت من فصيلين، وهما الفرقه الساحليه الاولى والفرقه الساحليه الثانيه. وهناك ان شاء الله عمليه بنيويه وتنظيميه لجبهه التحرير لتحسين العمل اليات العمل وايجاد اليه جديده كقياده مباشره لهذه القوات، والعمل على القياده والسيطره على القوات ضمن الجبهات وعلى المحاور والقيادة العملياتية والتكتيكية لتلك القوات. شكرك. دكتور حيدر عم يسأل: هل الجبهة الوطنية هي بديلا للجيش الوطني أم رديف له؟ الجبهة الوطنية التحرير هي شيء مشترك مع الجيش الوطني وليست بديل أو رديف، إنما هي تشترك معه في بنية تنظيمية تتبع لوزارة الدفاع. الجبهة الوطنية التحرير تتواجد في مناطق إدلب وجبهات إدلب. الجيش الوطني يمتد من مناطق في عفري من مناطق غصن الزيتون ومناطق درع الفرات ووصولا إلى مناطق نبع السلام.
كفصائل الجيش الوطني. وهذا الاشتراك ضمن إطار وزارة الدفاع التي دائما تسعى إلى تحسين البنية التنظيمية والهيكلية من خلال الفيالق الثلاث التي تتبع لوزارة الدفاع، وإدارة الشرطة العسكرية التي تتبع لوزارة الدفاع التي اليوم هي تشرف على كافة الحواجز، وأيضا السجون المتواجدة في المناطق التي تتبع للجيش الوطني. تمام، شد ايدنا شوي على تكبير الشباب لانه صدقا تبليغات ما عم توقف. يعني اخونا مباشر ابو احمد مرصدنا الحر من ادلب عم يسأل، هل تم تنظيم خطوط الجبهات ونقاط الرباط؟ شفنا كثير اختراقات اخي ابو حذيفة الفترات الاخيرة، راح شباب، خيرة شبابنا راحوا غدر، ان كان من تسللات القسديين او تسللات من قبل النظام. بالتأكيد الجبهات اليوم تشهد عملية تحصين وعملية تشكيل هندسي كبير جدا. اليوم الجبهات استطعنا بنقل نوعية كبيرة جدا لتحسين تلك الجبهات، وبالعكس تماما اليوم الفصائل اليوم تقوم بعمليات نوعية على أكثر من جبهة. منذ فترة قامت الفصائل بعمليات باتجاه مناطق في العمق في ريف اللاذقية بمقابل جبل التركمان وجبل الأكراد. أيضا يوم أمس كانت هناك عملية نوعية باتجاه الفوت 46 من قبل الفصائل، أوقعت خسائر في صفوف قوات عصابات الأسد تحديدا في منطقة أو نقطة تسمى بمعمل الزيت في جانب الفوت 46. الفصائل لم تتوقف ولن تتوقف على عملية تثبيت الجبهات وتحسينها من خلال عمليات نقاط الرباط وتوزع نقاط الرباط، وأيضا التحسين الهندسي والقيام بالعمليات التكتيكية والعمليات النوعية على تلك الجبهات لإيجاد آليات جديدة لعمليات الردع من خلال الاستهداف والعمليات النوعية التي قد تكبد العدو خسائر في صفوف قواته. تمام. أخونا علي العلي عم يسأل، هل هناك آليات من قبل الفصائل لتأمين عودة المهجرين الكرد من مناطق الكرد من عفرين؟ هل هناك ما يمنع؟ لا بالعكس تماما، الفصائل لا تمنع الاخوه الكرد من الرجوع الى منازلهم، على العكس تماما تقوم بتقديم التسهيلات للاخوه الكرد الذين ليس لهم علاقه ايضا اصلا بموضوع بيكيكي وبيوايدي، وهم مثل ما عانى الشعب السوري من عصابات الاسد وميليشيات الطائفيه. طيب بصريح العبارة أبو أحمد عم يسألك، هل هناك محاذير لقصف القرداحة أم لا؟ يعني في خطوط حمراء موضوعة لنكون صريحين، ولا ما في خطوط حمراء؟ لا توجد خطوط حمراء أمام الرد والردع على عصابات الأسد والميليشيات الطائفية. قمنا باستهداف سابقا حتى مطار أو قاعدة تحميمية العسكرية التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الروسي بعدة قذائف صاروخية، وقمنا باستهداف مواقع عسكرية متواجدة في الساحل السوري تضم ميليشيات إيرانية وميليشيات حزب الله وتضم حتى قوات لقوات الاحتلال الروسي في صلنفة وسلمى وغير هذه المناطق وحتى في مناطق القرداح. طيب بالنسبة لموضوع ذكرت هلا صلنفة وسلمى، هي جبهات الساحل، في كمان محاذير من فتح جبهات بالساحل؟ يعني في اتفاقيات موجودة بحيث انه لا يتم التصعيد في هذه المناطق او هذه الحدود كقرارات دولية ملتزمة فيها وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة او فصائل ثورية؟ حتى الآن هذه الجبهات تشهد قصف مستمر من قبل الفصائل ردا على عصابات الأسد وميليشيات أسد وميليشيات طائفية لاستهداف المدنيين. لم تتوقف الفصائل باستهداف هذه المناطق وهذه المواقع العسكرية، وحتى العمليات النوعية التي قمنا فيها في بعض المناطق المتواجدة بقريبة من جبهات الفصائل في العمق على بعض التلال الهامة والاستراتيجية في جبال الريف اللاذقية وريف الساحل. فلا توجد أي محاذير بتلك
تلك الجبهات. نحن نقوم بالعمليات التكتيكية التي قد تؤثر على عصابات الأسد وميليشيات إيران وقوات الاحتلال الروسي لإيجاد عملية الرد والردع لمنع من استهداف المدنيين. طيب أخونا أبو دولوفان عم يسألك أين الفصائل الكردية التي ساهمت بتحرير عفرين لم نسمع عنها لم نعد نسمع عنها؟ الفصائل الفصائل الكردية التي ساهمت بتحرير عفرين لم نعد نسمع عنها، يعني هي انخرطت اندمجت صارت مع الفصائل الموجودة هناك ولا لساتها موجودة قائمة كفصائل لوحدها؟ الفصائل التي حررت عفرين موجودة وما زالت متواجدة، يعني الفصائل. وحتى إذا هو يتكلم مقصود عن الأخوة الأكرادهم، قلت تكلمت لك هناك الأخوة، مجموعات من الأخوة الأكراد متواجدة ضمن الفصائل كبيرة في الساحة السورية، وليس لهم فصائل خاصة بهم. يعني المهم إنما هم متواجدون ضمن فصائل في الشمال السوري. هذه الفصائل، الفصائل التي حررت عفرين وحررت من عصابات بي كي كي بوادي، ما زالت متواجدة في المنطقة، وهي فصائل الجيش الوطني. طيب شكرا. في سؤال كمان، ما هي الفصائل التابعة لوزارة الدفاع من مجموع الفصائل اللي موجودة اليوم بالشمال المحرر؟ الفصائل التي تتبع لوزارة الدفاع هي المنضوية تحت الفيالق الثلاث، الفيلق الأول والثاني والثالث في الشمال، وما يسمى الجيش الوطني. وهي عدة فصائل، وأيضا الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم 13 فصيل، هم يتبعون لوزارة الدفاع بشكل مباشر، ويعملون ضمن إدارة وزارة الدفاع تحت قيادة وزير الدفاع العميد حسن حمادي. طيب معناته أنا اللي فهمته من خلال ساعة حديث مع حضرتك أنه العمل والتنسيق دائم مع كل الفصائل الموجودة في الشمال السوري المحرر بلا استثناء، غرف العمليات المشتركة موجودة ومستمرة بآلية الردع، وهناك آلية ردع كافية. خبرتنا عن أنه إن شاء الله قريبا راح يكون في غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الفصائل لتوحيد الجهود تحت استراتيجية واحدة وتحرك واحد ودعم واحد، صحيح؟ نعم، إن شاء الله. أنا تكلمت لك عن أن الفصائل اليوم نسعى بهذه بالوصول إلى هذا العمل الموحد بشكل كبير تحت سيطرة وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة. بإذن الله تعالى. في شيء حابب رسالة توجهها لأهلنا؟ لأنه أنا بدي أرجع أقول لك للأمانة، في طرف موجود اليوم بالشارع الثوري عم يقول انه 8 سنين في جمود جبهات القتال. انا كشخص ما بعرف الواقع العسكري بالتفصيل الممل لحتى اقدر ناقش بهيك موضوع، لذلك كان اليوم يعني شكرا لتلبية الدعوة، حضرتك موجود لتجيب عن هاي الأسئلة اللي ظن الكل حكى. في شيء رسالة حابب توجهها للشارع الثوري اليوم للشباب الثائر ان كان بالداخل وان كان بالخارج؟ طبعا أوجه كلمتنا الأخيرة لأهلنا في الداخل وحتى في الخارج الذين يساندون قضيتنا، وكل أحرار العالم الذين يقفون مع قضية الشعب السوري التي هي قضية الحق وقضية التحرر من هذا النظام المجرم الذي استباح الدماء ودمر سوريا واستعان بالمجرمين من الخارج لقتل الشعب السوري، واستخدم كافة الأسلحة حتى الأسلحة المحرمة دوليا ومنها سلاح الكيماوي وغيره. اليوم نقول لأهلنا وشعبنا والأحرار العالم أننا كسوريون وكمقاتلون متواجدون في المناطق أو في الجبهات لن نتوانى عن تقديم أرواحنا ونضحي من أجل الخلاص من هذا النظام المجرم والوصول إلى الحرية التي يريدها شعبنا في المناطق المحررة وحتى في المناطق التي هجر إلى بلاد في الخارج. اليوم المقاتلين متواجدون على الجبهات، معنوياتهم مرتفعة جدا رغم كل الصعوبات التي يعانون منها. اليوم صعوبات البرد والشتاء القارس والأمطار التي تنزل عليهم وهم على جبهات الرباط ويعيشون هذه الحالة، رغم كل هذه الصعوبات هم مستعدون للتضحية بأرواحهم
فداء لأهلنا وشعبنا والوصول إلى ما يبتغيه شعبنا من الحرية والكرامة والعيش بهناء إن شاء الله. إن شاء الله. بتشكرك سيادة المقدم، نورتنا اليوم، والله يحميكم ويحمي كل ثوارنا الأبطال اللي اليوم موجودين على الثغور. 30,000 مقاتل اليوم ينطوي تحت الجبهة الوطنية للتحرير، هم أهلنا وإخوتنا وعزوتنا، بالإضافة إلى جميع المقاتلين والفصائل وحتى المدنيين الموجودين، هم الخط الأول للثورة، وبدونهم للأمانة ثورتنا لا تعني شيء، لأنه هن اللي محافظين على هاي الجغرافيا المقدسة بالنسبة للشعب السوري اليوم. نتمنى هاي الجغرافيا تزداد وتتسع رقعتها، ونتمنى مثل ما دائما بنحكي سوريا كلها تتحرر بإيدين الشرفاء اللي موجودين بالشمال السوري المحرر. نورتنا سيادة المقدم، والله يسعد مساك يا رب. شكرا لك، الله يبارك فيك، شكرا لك شكرا لك، ولجميع المشاهدين، حياك الله، حياك جزاك الله خير.